أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نشر في موقع الهيانات هيومان رايتس ووتش، السلطات الحكومية أجبرت 235 أسرة على النزوح إلى مخيمات اللاجئين في كركوك. وفي المدى نطالع مجلس النواب يمضي بتعديل قانون انتخاباته من دون توافق نيابي. في الزمن نتصفح، نتشرفان البرزاني في بغداد قريبا لاستكمال المفاوضات مع العبادي. ونقرأ في الخليج أونلاين، العراق قائمة مطلوبين، تتجاهل البغدادي وتضم ابنة صدام. وفي الحياة نقرأ تحت عنوان الحرس الثوري الإيراني جيش سوريا والعراق عمقنا الاستراتيجي. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان النظام وروسيا ينتقمان من المدنيين في إدلب والمعارضة تتقدم في عفرين وريف إدلب الشرقي. ونقرأ أخيرا وليس آخرا، في الشرق الأوسط الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة مع قليل انقلابيين. قال صحيفة العرب اللندنية إن إيران، ومن خلال تصريح نائب قائد الحرس الثوري العميد حسين سلامي، بأن الجيشين العراقي والسوري خط الدفاع الأول عن أمنها، حيث عبرت من دون مواربة عن أن المؤسسة العسكرية العراقية خاضعة لها فيما تحاول استخدام الجيش العراقي بوصفه حليفا محسوما أمره في حال اندلعت مواجهة مسلحة بين واشنطن وطهران. وأشارت صحيفة إلى أن طهران تخطط أيضا لاستخدام الجيش العراقي في الدفاع عن أراضيها في صد هجوم أمريكي وشيك عليها. نائب قائد حرس الثورة قال إنه من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدوده، ونحن نعتبر الجيش السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا، مؤكدا أن أفضل استراتيجية للاشتباك مع العدو تكون عن بعد، في إشارة واضحة إلى أن إيران تنوي نقل أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة إلى أراضي العراق وسوريا، واستخدام جيشي البلدين كخط دفاع أول عن أمن إيران. ويرى مراقبون سياسيون أن طهران تريد توريط العراق وسوريا في أي نزاع مستقبلي مع الولايات المتحدة على أمل تحقيق تكافؤ في موازين القوى، وتعول إيران على دوافع مذهبية تضمن لها هيمنة بعيدة المدى على الجيش العراقي. ويربط مراقبون بين تصريحات الجنرال الإيراني سلامي وبين قرب موعد الانتخابات العراقية، في ظل اصطفاف ممثلي الحشد الشعبي المدعومين من إيران في جبهة تنافس رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من الولايات المتحدة. كما ويقول مراقبون إن إيران ربما تستغل نفوذها في قوات الأمن العراقية لدعم بيئة تصويتية تخدم ساسة الحشد خلال الاقتراع، ما يمكن أن يؤثر بشكل حاسم في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل. وتنقل الصحيفة عن مراقبين قوله من الجيش العراقي ربما يكون هو الورقة التي ستركز عليها جميع الأطراف في المرحلة التي تتبع القضاء على تنظيم الدولة، وبينما سيحاول الإيرانيين كسب هذه القوة أو تحييدها، سيحاول الأمريكيون ضمان ولائها للعبادي، فيما يرى آخرون أن النظام الحاكم في إيران يلجأ بين حين وآخر إلى افتعال مواجهات وهمية يراد منها توجيه الأنظار إلى مناطق لا تمت إلى الحقيقة بصلة. كثيرا ما يسمع المواطن العراقي مقارنة بين الحال في العهد الحالي والحال في العهد السابق، وبخاصة لجهة الأمن ونظام الخدمات العامة، والمقارنة تكون في الغالب لصالح النظام السابق. عدنان حسين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه مع تواصل المقارنات بين العهد الجديد والعهد السابق وتصاعد نبرتها، يلجأ أقطاب في النظام الحالي بين حين وآخر إلى إخراج حزب البعث
من زوايا النسيان ليجعلوا منه فزاعة للتخويف ووسيلة للهرب إلى الأمام بدلا من مواجهة استحقاق التغيير المطلوب في العملية السياسية. على سبيل المثال، عندما اندلعت سلسلة تظاهرات في مختلف المدن العراقية في مطلع عام 2011 على وقع انتفاضتي الربيع العربي في تونس ومصر، وعلى خلفية تردي الخدمات العامة الكهرباء والصحة والتعليم وتفاقم مستويات الفقر والبطالة والفساد الإداري والمالي، زعم رئيس الوزراء آنذاك نور المالكي أن حزب البعث وتنظيم القاعدة يقفان وراء تلك التظاهرات. هذه الأيام يعاد إخراج حزب البعث من كيس الحواء من جديد عشية الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيار المقبل. ولإدراك السبب ومغزى فتح هذا الكيس الآن، يتعين التنبه إلى أن الأحزاب المتنفذة الإسلامية تواجه هذه المرة مأزقا أكبر من المآزق السابقة، فتوشك على الانتهاء ولاية حكومة أخرى تعهدت بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد ولم تفلح في الوفاء بتعهداتها هذه. منذ أسبوعين حذر أحد المتنفذين في النظام الحالي، هو نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس، مما سماه عودة البعث إلى الحياة السياسية، قائلا إنه يقوم الآن بتنظيم صفوفه ويتغلغل في دوائر الدولة ويسعى للدخول إلى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة. الكاتب يرى أنه بالنسبة للعراقيين العاديين لم يعد حزب البعث قضية تثير الاهتمام، بيد أن حل الانسداد في الوضع العراقي الحالي تدفع لقول النكات وإجراء المقارنات في بعض الجوانب بين عهد صدام والعهد الحالي الذي لا يتوقف عن تبييض وجه نظام البعث وإبقائه حيا في الأذهان بارتكاب المزيد من الأخطاء والخطايا. ملا أهل العراق من إصلاح الأوضاع أو من تغيير الوجوه الحاكمة التي تهيمن على مقدراته اليوم، إذ مضت 15 سنة على حكم الاحتلال وأذنابه من العملاء والأغبياء والطارئين والمفسدين في الأرض، ولم تزل عمليتهم السياسية تدور رحاها لتطحن العراق وتمزق شعبه تمزيقا. سيار جميل يقول في العربي الجديد إنه على الرغم من كل ذلك فإن العراقيين ما زالوا منقسمين بين من مخدوعين ومتخندقين وبين مؤيدين ومعارضين وبين متشبثين بالحكم وكارهين له كره الموت. العملية السياسية الحالية لم تزل تدور عجلتها المكسرة وتمضي في إطار مزيف من الديمقراطية بالتزوير والانتهاكات، وهو إطار ثبت فشله من خلال نظام حكم فاشل ودولة فاشلة دمرت المجتمع تدميرا حقيقيا. ذلك أن العوامل التي تم فرضها منذ عام 2005 بإصدار دستور كسيح كانت خاطئة جملة وتفصيلا، وعلى الرغم من كل الفشل الذريع الذي لازم العملية السياسية بإيجاد نظام حكم طائفي ومحاصصي بغيض، فإن الحالة تنتقل سنة بعد أخرى من سيء إلى أسوأ في مخاض لا يمكن إنقاذ العراق أبداً من خلاله. الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق ستمر عبر نفق مظلم آخر، إذ تقف على مدخله إيران بكل ثقلها التاريخي والأيديولوجي، وتقف عند مخرجه أمريكا التي لم تزل تبارك ما يحصل دون أي شعور بالذنب ودون أي إجراءات عملية كفيلة بإنقاذ البلاد من ورطتها. الصورة القاتمة والتي تزداد حلكة وظلامية وفوضوية اصطبغ بها مجتمع يبدو للعيان أنه متصالح مع نفسه لكنه ممزق في نزاعاته وتائه في أهوائه وغارق في فساده إزاء تحالفات الطبقة السياسية الحاكمة التي تريد البقاء في السلطة وبأي ثمن. الكاتب يشير إلى أن الانتخابات تأتي كي يبقى هؤلاء في السلطة وقد احتكروها لأنفسهم وهم يدركون جيدا حجمهم، حتى وصل الأمر بأحدهم ليقول علينا أن نحافظ على العملية السياسية حتى انسحبنا الناس سحبا إلى صناديق الاقتراع. بهذا الأسلوب المتوحش يريدون البقاء في السلطة باسم الحفاظ على العملية السياسية، وهم يخدعون الملايين بهذه الحجة التافهة التي يخشى منها بعضهم كونهم اقتنعوا جيدا بأن العراق لهم لا للجميع.
قالت صحيفة الحياة اللندنية إن إسقاط المعارضة السورية للمقاتلة الروسية في محافظة إدلب زاد من المخاوف في موسكو من حصول المعارضة السورية على أسلحة وتقنيات نوعية ترفع كلفة الخسائر الروسية في العملية العسكرية التي تقوم بها في سوريا. وأضافت الصحيفة أن موسكو وجهت اتهامات مبطنة إلى واشنطن بالسعي لإلحاق هزيمة بالقوات الروسية في الميدان. الصحيفة أشارت إلى أنه بعد تأكيد إسقاط طائرة من نوع سوخوي 25 بأنظمة دفاع جوية محمولة على الكتف ومقتل قائدها، ربط خبراء وعسكريون روس بين الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية بداية العام وإسقاط المقاتلة، وبين ما وصفوه برغبة أطراف عدة في رفع الخسائر الروسية العسكرية في سوريا بعد ارتفاع عدد المقاتلات التي سقطت منذ بداية التدخل العسكري إلى 5 طائرات. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف قوله إن هناك احتمالاً باستهداف الطائرة من مجموعات الجيش السوري الحر في إدلب المدعومة أمريكياً، على رغم إعلان هيئة تحرير الشام مسؤوليتها عن العملية. فيما اتهم الخبير العسكري رئيس تحرير صحيفة نيزافيسمايا فيكتور ليتوفكين الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق هزيمة بروسيا من طريق استخدام الإرهابيين كما فعلت بالجيش السوفيتي سابقا، لافتا إلى وجود مئات المستشارين والمدربين الأمريكيين على الأرض في أكثر من منطقة سورية. في المقابل تشير الصحيفة إلى أن الجنرال الروسي المتقاعد النائب الأول لأكاديمية المشكلات الجيوسياسية في موسكو قسطنطين سيفكوف لم يستبعد تسرب بعض أنواع الصواريخ إلى المعارضة المعتدلة من تركيا من دون موافقة السلطات العليا في أنقرة. لأن الكيان الصهيوني هو آخر نظام عنصري في العصر الحديث، فلا غرابة في أن يمارس عنصريته ضد الفلسطينيين بمختلف مكوناته وأديانه، انطلاقا من أيديولوجية دينية محمولة على أساطير وخرافات خارج كل القيم الإنسانية والأخلاقية، تعتبر كل ما هو غير يهودي غير مقدس. لذلك نرى هذه الانتهاكات الفظة لمقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين وتعمد تدنيسها في أي وقت متاح من جانب رعاع المستوطنين والمسؤولين على حد سواء. هذا ما أشارت إليه صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها. الانتهاك المتواصل لحرمة المسجد الأقصى في مدينة القدس والسعي لمنع رفع الأذان في مساجد المدينة والعمل على تهويدها واستهداف الكنائس بشكل متواصل من خلال إحراق بعضها أو كتابة عبارات مسيئة للدين المسيحي على جدرانها هي نموذج العنصرية والكراهية والحقد على الأديان السماوية الأخرى. آخر فصول الممارسات العنصرية تتمثل بقرار فرض الضرائب على الممتلكات العائدة للكنائس وعددها 887 عقاراً. ووفقا لصحيفة إسرائيل هيوم فإن الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ 3.5 مليون دولار، تليها كنائس الإنجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس. القرار الإسرائيلي الذي شمل أيضا ممتلكات الفاتيكان والأمم المتحدة يعكس توجهات عنصرية خبيثة ومكشوفة بهدف الضغط على الكنائس وابتزازها للتخلي عن عقارات وأوقاف، خصوصا بعدما تم تفعيل القرار بالحجز على الحسابات البنكية للكنائس والأديرة المسيحية بمئات ملايين الدولارات. القرار الإسرائيلي هدفه التضييق على الكنائس بفرض ضرائب باهظة عليها في إطار حرب مفتوحة على القدس لتهجيرهم وحملهم على مغادرتها لاستكمال مخطط تهويدها بشكل كامل. الصحيفة ترى أن كل ذلك ليس صدفة، هو جزء من مخطط يتم تنفيذه بعناية وحذر وعلى مراحل تمهيدا لإقامة قدس يهودية صافية بلا عرب وبلا مسلمين وبلا مسيحيين، تنفيذا لشعار ترفعه منظمة صهيونية يقول إن أي مكان ديني غير يهودي يشكل تعديا على اليهود يجب حرقه وتدميره، وبذلك فقط تكون القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية.
رصد أستاذ التاريخ بجامعة جورج تاون الأمريكية جيمس ميلوارد في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز ما يتعرض له المسلمون الأيغور من مضايقات من قبل سلطات إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين. ويقول الكاتب إن المواطن الأيغوري يخضع لاختبار من السلطات الصينية للتحقق من عرقيته ومدى ممارسته للشعائر الدينية، وما إذا كان يحمل جواز سفر أو لديه أقارب أو معارف بالداخل أو الخارج، وما إذا كان يعرف شخصا قد اعتقل من قبل. الكاتب أورد في مقاله أن السلطات الصينية بدأت تستخدم مصطلحات الانفصال والتطرف والإرهاب ذريعة لفرض إجراءات صارمة على شعب الإيغور عقب هجمات 11 من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، غير أن قمع السلطة لم يكن يوماً بتلك القسوة التي بلغها أوائل عام 2017. ومن بين تلك الإجراءات أن النظام الحاكم زود الشرطة بأدوات عالية التقنية، وتجمع السلطات عينات من الحمض النووي للإيغوريين، وتقوم بتركيبة أجهزة تحديد المواقع GPS لتعقب جميع السيارات بالإقليم المسلم. ثمة شيء آخر هو أن جميع أجهزة الهواتف النقالة مزودة بتطبيقات تتيح للسلطات التجسس على حاملها. والأغرب من ذلك أن الإيغوري إذا اشترى سكيناً فإن بيانات بطاقة هويته تنقش في نصلها ليتم التعرف على حاملها. ويقول بعض الإيغوريين إنهم بمجرد تلقيهم مكالمة خارجية يهرع عملاء من جهاز الأمن إلى قرع أبواب منازلهم. ومضى كاتب المقال إلى أنه ظل طيلة 3 عقود يتابع ما يجري في شينجيانغ من توترات عرقية أضحت سمة تلك الفترة. الكاتب يختتم مقاله بالإشارة إلى أن سلطات إقليم شينجيانغ سنت قانوناً يحظر تغطية الوجه وإطلاق اللحى الطويلة، وفي إحدى قرى الإقليم عقب شيخها بخفض رتبته لأنه لا يدخن، وبحجة أن ذلك يظهر عدم التزامه بالعلمنة. كذلك فإن أي مخالفة من ذلك النوع والقبيل أو لمجرد أن الإيغوري فنان أو رجل أعمال ثري قد تفضي به إلى الاعتقال لمدة غير محدودة في سجون تطلق عليها تخفيفا مراكز تدريب سياسية. احتجت أسرة غزية شابة بطريقتها الخاصة جدا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني، حيث أطلقت على توائمها 3 أسماء: القدس وعاصمة وفلسطين. وقال موقع جزيرة نت إن الأسرة التي تقطن بخان يونس جنوب قطاع غزة رزقت بتوائمها 3 وهم 2 من الذكور، أطلقت عليهما اسماء القدس وفلسطين، والتوأم الثالث أنثى واسمه عاصمة. وقالت أم التوام إنها تمكنت من الرد على قرار ترامب فيما قال زوجها نضال السيقلي إن قرار ترامب لا قيمة له والقدس تبقى عاصمة أبدية لفلسطين. وأضاف الموقع أن هذه الأسرة في حاجة ماسة للمساعدة على تنشئة التوائم 3، خاصة في ظل حالة الفقر المدقع التي تعيشها والحصار الخانق الذي يتعرض له قطاع غزة. متابعة ممتعة مع الكركتر.
إلى اللقاء.